النهارده معاكم دكتور محمود رمضان، استاذ زائر الاستعاضه الصناعيه ودكتوراه الاستعاضه الصناعيه جامعه الازهر سنه 2018. هنتكلم النهارده عن موضوع من اهم المواضيع اللي انا بعتقد انها مهمله شويه. كلنا في اول سنه خالص درسنا بروسيسز، تعلمنا الاوبجكتيفز بتاعه ريموفال بروسودونتكس، او ايه اهم الحاجات اللي لازم نعوضها في ريموفال بروسودونتكس، او العيان بيفقدها وبيتم تعويضها بخلال التركيبه اللي انت هتعملها له. من اهم الحاجات دي واللي بيتم تجاهلها وفعلا اهمالها بشكل كبير جدا، كلنا بنركز على الاستاتكس وبنركز على الماستيكيشن، بنركز على الحاجات دي كلها، لكن بنهمل قصه الفوناتكس شويه. فبنفاجئ ان احنا بنسلم التركيبه بتاعتنا ايا كان نوعها، ثابته متحركه جراحيه، ان للاسف الصوت بتاع العيان مش مظبوط، وده بيعمل what we call phonetic failure، او بيعمل failure كبير جدا لشق من الاوبجكتيفز المهمه جدا في علم الاستعاضه الصناعيه. بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب. طيب مبدئيا عايزين موضوع الفونيشن وموضوع السبيتش برودكشن، دي قصه معقده وصعبه جدا. طبعا انا عشان اخلي السبيتش بتاعي النهارده في متناول كل المستويات، طلاب واطباء اسنان ومختصين وكده، فهحاول تو سمبليفاي القصه قدر الامكان عشان الكل يفهمها بمنتهى السهوله، وهنحاول نبعد عن الاشكال والتوضيحيه المعقده والكلمات المعقده، هنحاول بقدر الامكان وبمنتهى السهوله نشرح الاول الميكانيزم في سبيتش عامله ازاي، ازاي الصوت بيطلع، وازاي بنقدر ان احنا نسمعه بالطريقه دي، وازاي بيحصل الارتكيليشن بتاعه. وبعد كده هنبدا نتكلم على قصه مهمه جدا بقى، واللي هي تاثير البروستيتيك فاكتورز بقى اللي بتاثر في السبيتش، وازاي ان انت ممكن تعمل تركيبه ايا كان نوعها تاثر على السبيتش، وازاي ان انت تقدر ايدنتيفاي المشكله دي وتقدر تحلها ازاي. هنبدا الاول بالميكانيزم اوف سبيتش، ازاي السبيتش عمليه السبيتش او عمليه الفونيشن بتحصل. بمنتهى البساطة أثناء عملية، إحنا عندنا في inspiration اللي هو الشهيق و expiration اللي هو الزفير. أثناء عملية ال expiration بيطلع الهواء، الهواء بيخش اللارينكس، تمام، يبدأ إن هو يعمل لي الفويس بتاعي، وبتبدأ بعد كده، وده بيتم عن طريق المسلز بتاعت السوركس والأبدوم، دي بتكنترول الفلو أوف إير with the nasal cavity اللي هو بيبقى acts as a resonant chamber. يعني بيبقى عندي النيزل كافيتي acts as a resonant chamber، والاورال كافيتي بيبقى هو اللي بيتحكم في الارتكيليشن لمعظم الكونزوننت ساوندز اللي احنا هنقولها كمان شويه. طيب في الحاله دي الاير اللي طالع من اللارينكس ده divided into two streams by الفيلم، تمام، اللي هو بيبقى الجزء البوستيريور في السوفت بلد بتاعنا، بينقسم ل two compartment. عندنا اول حاجه upper stream بيطلع فوق، بيخش فين؟ ده بيخش النيزل كافيتي، تمام. هنا الاير هنا expelled entirely through the nose to produce النيزل ساوند. زي ايه النيزل ساوندز دي؟ زي حرف ال N وحرف ال M وحرف ال والنج برضو ال NG. كل الاصوات دي بيبقى مصدرها الريزونانس بتاع النيزل كافيتي. طبعا لو النيزل كافيتي الترد باي طريقه، زي عندي نيزل دنتال سيبتم، عندي ان هو في اوبليتريتد ساينس بسبب اي باثولوجيكال فاكتور، في الحاله دي بيتافكت. حتى في ادوار البرد لما بيحصل انغلاق او انفلاميشن للساينسز النيزل والماكسيلري ساينسز، بتبدا الريزونانس يقل، فتبدا الاصوات، حتى كلنا نلاحظ ان الشخص اللي عنده برد الاصوات اللي هي الانفيه بتاعته بتبدا انها تتغير. في اللور ستريم بتاعنا بقى، وده بيبقى the air expelled through the oral cavity and altered by palate, tongue, teeth and lips. يبقى في عندي جزء هواء بيطلع للنيزل كافيتي، وده بيعمل لي النيزل ريزونانس وبيديني الاصوات اللي هي النيزل ساوندز، وفي جزء تاني لور ستريم بيطلع من خلال الاورال كافيتي، وده بيديني. طبعا القصه دي كلها بتحصل نتيجة تحكم وإبداع من خلقة ربنا سبحانه وتعالى، إن الصمام ده هو اللي بيتحرك نتيجة الليرنينج سكيل اللي احنا من وإحنا أطفال صغيرين اتعلمناه. وانس إن بيحصل ليرنينج للقصة دي، خلاص بتقدر إن أنت تتكلم، وبتقدر إن أنت توظف السوفت باليتال ماسلز بحيث إنها تتحكم، واليوفيلا بحيث إنها
تقدر انها تتحكم الفيلم قصدي عذرا بحيث انها تقدر تتحكم في الصمام بتاعنا اللي موجود ده. طيب عايزين نعرف بعد كده بقى التايبس اوف ساوندز. التايبس اوف ساوند مينلي بتنقسم لنوعين، في اللي هي الفاولز وفي كونسونانتس. طبعا اي حد درس لغه انجليزيه انجلش لانجويج هيعرف اللي هي الحروف بتاعه الفاولز اللي هي الاي والاي والاي والاو واليو. دي بتحصل produced by vibration of vocal cords عندنا هنا في اللارينكس and not affected by oral structures. يعني لو انا عندي missing teeth، عندي مشكله في التنج، عندي اي مشكله موجوده، الفاولز هتطلع بمنتهى السهوله، مش هتتاثر بال effect of oral structures. التنج هنا في المرحله دي بيبقى positioned in the floor of the mouth، ما بيتحركش خالص، ما بيعملش articulation لا مع السنان ولا مع الهارد او soft palate. And the contact the lingual surface of anterior teeth بيبقى في حالة rest position، وبتصدر الأصوات الخمسة اللي احنا قلنا عليهم اللي هي الفاولز. طيب نيجي بقى للconsonants. دي بقى اللي هي بتproduced by الarticulation، سواء كان بتاع الarticulation اللي هو بتاع soft palatal muscles أو الarticulation بتاع اللسان زي ما هنشوف مع سقف الحلق أو الطري أو الصلب بالhard palate أو soft palate، أو مع الارتيكيليشن بتاع السنان مع الأسنان، أو الارتيكيليشن بتاع الشفايف مع بعضها، أو بتاع اللسان مع الأسنان. وهنشوف كل الحاجات دي هنقسمها بعد كده زي ما احنا شايفين according to manner of production. أول حاجة عندنا في الأصوات النيزال ساوندز قلنا اللي هي الـ N والـ M والـ NUG، ودي produced through the nose من خلال النيزال كافيتي. تمام؟ ولما نزل كافيتي في الحالة دي بيبقى بلوكت زي ديفييتد نزل سيبتم أو نتيجة أي حاجة زي ما قلنا قبل كده، بيحصل إن الأصوات دي بتتأثر بشكل كبير. نيجي بقى على تاني نوع عندنا بنسميه اللي هي plosive sounds اللي هي الأصوات المتفجرة. يعني إيه الأصوات المتفجرة؟ ده produced by complete stop of air stream، ده بيعمل لنا build up of pressure in the oral cavity then sudden release، يحصل إيه؟ يحصل explosion of air. تمام؟ وغالبا طبعا ده بيحصل يا اما عن طريق الشفايف يا اما عن طريق اللسان، هو اللي بيبقى مانع الهواء ان هو يطلع، وفجاه السادن ريليز بتاع الهواء المحبوس ده يعمل لي حاجه اسمها بلوزيف ساوند زي الايه، زي البي والبي والتي والدي والكي. تمام؟ البي والبي دي بايليديال ساوندز، البلوزيف هنا بيبقى الصمام بتاع البلوزيف ساوندز هنا الشفايف، فلازم الشفايف تلمس بعض وتحبس الهواء، وفجاه تفتح الشفايف اللبس تفتح ويبدأ تبدأ ان انت تنطق البي والبي. عندنا بالنسبة للسان بيتحكم في التي والدي والكي، برضو نتيجة ان اللسان هو اللي هنا اللي بيحجز الهواء، واكس از بالف هنا بيحجز الهواء، وفجأة يعمل له سادن ريليز فتطلع الاصوات دي. في عندنا حاجة بقى تانية اسمها فراكتف ساوندز. الفراكتف ساوندز دي زي الايه، زي الاس الشا والاتش والزد والزي، دي produced by fraction، عشان كده بنسميها fractive sounds. Fraction of air stream when forced through a narrow busway، يعني الهواء اللسان بيعمل narrow busway، يبدأ الهواء يمشي من خلاله فيبدأ ان هو يطلع على هيئة صوت من الأصوات. طيب ده according to the manner of production. هنشوف بقى according to the site of production، مش طريقة التصنيع بتاعت الصوت، لا ده مكان التصنيع ذات نفسه بتاع الصوت. بتتقسم الى واحد bilabial sounds، دي اصوات بتبقى عن طريق تلامس الشفتين الابر لب واللور لب، formed by lip only the air from the lungs builds up a pressure behind the closed lip، بعد كده explosion produced when the lip is suddenly opened. زي ايه الاصوات دي؟ زي البي والبي والام. اتمنى ان يكون الصوت واضح وانتم سامعين القصة ماشية كويس، وإن شاء الله لو في أي أسئلة هنجاوب عليها في آخر المحاضرة بإذن الله تعالى. عندنا بعد كده تاني نوع عندنا الليبيودنتال ساوندز، ودي بتبقى formed by lips and teeth الاثنين، produced by contact between the upper incisors incisal edges of upper incisors and the superior surface of the lower lip، وده زي إيه؟ زي الإف والفي ساوند. وده طبعا زي ما انتم عارفين ليها كلينيكال سيجنيفيكانس عندنا كبيره لما في حالات الريهابيليتيشن، ان احنا بنستخدمه في تحديد الايه الانتيريو اوكلوزال الابر انتيريو اوكلوزال بلين باي فوناتكس.
طيب نشوف عندنا اللينجو دينتال ساوندز. اللينجو دينتال ساوندز دي بقى فورمد وين ذا تيب اوف ذا تانج بوزيشنز بتوين ذا ابر اند لوور انسايزرز، تمام؟ وده زي ايه؟ زي ذا، تمام؟ لما اقول ذا هنا او حرف الذال في اللغه العربيه، هنا في الحاله دي التيب اوف ذا تانج بتبقى موجوده ما بين الانسايزال ايدجز بتاعه الابر اند لوور انسايزرز. طيب هنشوف بعد كده رقم النوع الرابع عندنا اللي هو اللينجو البلور ساوندز، تمام؟ وده هنا ده articulation of the tongue with the different parts of the hard palate. هنشوف أول articulation عندنا between the tongue and the anterior portion of the hard palate. وهنا ده عندنا المسؤول عن ال S sound production. ده من أهم وأشهر الأصوات عندنا واللي ليها clinical significance كبيرة. Tongue هنا بيفورم a slit-like channel into which the air escape hisses from the median groove of the tongue. When it is positioned behind the maxillary incisors. هنا بيعمل اللسان بيعمل زي تانل بسيط جدا في الميديان جروب بتاع التانج، فيبدأ يطلع حرف الاس بالمنظر اللي احنا بننطقه به. طب افرض الجروب بتاعي ده فلاتنت، يعني ايه؟ يعني بقى التانل ده مسافته قليلة، هنا يحصل حاجة اسمها ليسبينج، فحرف الاس يتنطق ايه؟ يتنطق شين او شاء، تمام؟ فالاس هنا في الحالة دي هتتنطق شاء، تمام؟ طيب if the group is deepened هيحصل هنا whistling، يعني يعمل زي صفير، هنا في الحاله دي deep produced like t. اوكي next sound عندنا مهم جدا برضو من articulation between the tongue and the anterior portion of the hard palate اللي هو t with d sound. side of the tongue هنا بيكونتاكت ال anterior teeth وجزء من البريمولرز، فهنا ال air stops and sudden release. يحصل ايه؟ احنا قلنا اللي بيعمل اللي بيوقف الهواء هنا اللي هو التانج بتاعنا، and the sudden release يعمل لنا الاكسبلوجن بتاع الساوندز دي التي والدي، تمام؟ طيب نيجي نشوف لما التانج هنا بيارتيكوليت مع الانترميديت بورشن اوف ذا هارد بالات، هنا التانج هنا از بريست اجينست ا لارج اريا اوف ذا هارد بالات اند الفيلور بروسس. هنا بيعمل لي برودكشن للاصوات اللي هي الايه؟ اللي هي الشاء والجاء. هنا في الحالة دي بيبقى الارتكوليشن ما بين التانج والميدل بارت اوف ذا هارد بالات. طيب اخر حاجة عندنا برضو هنا في اللينجو الفلا ساوندز اللي هي الباك اوف ذا تانج، الارتكوليشن اوف ذا باك اوف ذا تانج وذا سوفت بالات، وده بيبقى مسؤول عن اصوات الكي والجي. طيب نيجي لاخر نوع عندنا في الساوندز عندنا اللي هي النيزل ساوندز، وقلنا اتكلمنا عنها قبل كده اللي هي برضو الان والام والان جي. طيب يبقى هنا عندنا الاصوات اللي هي النطق، عندنا هنا الاصوات بتاعتنا قلنا قسمناها لفاولز وكونزوننتس، قسمناها ل اكوردنج تو قسمناها اكوردنج تو المانر اوف برودكشن، وقسمناها اكوردنج تو السايت اوف برودكشن زي ما احنا استعرضنا في السلايدز اللي فاتت. عايزين بقى نشوف بقى بعد ما شفنا الفويس برودكشن بيتم ازاي، وشفنا انواع الاصوات وتصنيفها والكلاسيفيكيشن بتاعها، وبتحصل ازاي عن طريق articulation between the different parts مع بعضيها، عايزين نشوف بقى ازاي التركيبه اللي انت هتعملها، تمام؟ وهبقى متحيز شويه طبعا للتركيبات المتحركه عشان انتوا عارفين ان ده مجالي المفضل والجميل بتاعي. هنشوف ازاي كل الجزء من الطقم بيأثر عندنا على السبيتش. اول حاجه عندنا هنتكلم عن الدنشر بيس. هنبدأ نتكلم في الدنشر بيز عن الدنشر بيز سيكنس. هل الدنشر بيز سيكنس بيفرق في الفونيشن أو في السبيتش؟ هنقول إن طبعاً بيفرق جداً جداً جداً. إزاي الكلام ده؟ هنقول إن الويل أدابتد دنشر، ذا ويل أدابتد دنشر، لو قلنا إن هو ويل أدابتد والسيكنس بتاع أديكوت سيكنس للدنشر بيز ماتيريال نوت مور ذان 1 مليمتر، ده نوت جريتلي أفكت السبيتش. يعني أنت تقدر لو هتعمل كومبليت دنشر، بارشال دنشر، أكريليك هارد بالات مثلا، تقدر ان انت تعمله اب تو 1 مليمتر وزود التريشن للايه؟ للسبيتش بشكل كبير جدا. المريض هيقدر يعمل اكوموديشن وزين دايز، هيقدر يعمل اكوموديشن بسهوله على السبيتش ويرجع للوضع الايه؟ الطبيعي بتاعه تاني. في حاله بقى لو انا قللت السكنس، لا لو انا قللت السكنس قوي بتاع الدنشر بيز ممكن بيعمل لي هنا وات وي كول ويسلينج، وده هيخلي الدي برودوسد لايك تي، برونونسد لايك تي. طيب لو انا زودت السيكنس بقى بتاع الدنشر بيز بتاعي كل جزء بقى في الطقم بيعمل لي مشكله. لو زودت السيكنس بتاع الانتيرو بالاتال بورت هيعمل لي وات وي كول ليستنج زي ما احنا قلنا قبل كده.
هيعمل لي بوستيريو، لو البوستيريو بالاتال بوردر بتاعي اللي هو منطقه البوست دام اريا بتاعت الطقم، لو زودت السكنس بتاعها ده هياثر لي على البرودكشن اوف فاولز، تمام، وممكن كمان ياثر لي على الكونسونانت ساوندز زي الكي والجي. اللينجوال فلانج بقى، الجزء بتاع اللينجوال فلانج برضه جزء حساس جدا، لانه هنا هياثر على الساوند عن طريق ان انا لما ازود السكنس بتاع اللينجوال فلانجز بتاعتي بالذات الجزء اللي هي البوستيريو لينجوال فلانج، تعمل لي ايه؟ تعمل لي وات وي كول ذا كرامب تانج. يعني ايه كرامب تانج بوزيشننج؟ يعني بتبدا انها تحبس اللسان، تمنع انه يتحرك في الوقت المناسب، فالصوت هيحصل فيه مشكله ومش هيصدر بشكل كويس او هيتاخر عن الصدور، هتعمل لاجنج شويه في حته الفويس برودكشن، وتعمل لي وات وي كول برضه ليسبنج. طيب ده الافكت بتاع الدينشر بيس سيكنس. عايزين نشوف بقى الافكت بتاع الاكستنشن اوف ذا دينشر بيس كمان، تمام. عندنا اول حاجه، عندنا الافكت بتاع الجود ريتنشن اند ستابيليتي. هل الريتنشن والاستابيليتي بتاعه الطقم اتافكت الفوناتكس؟ خصوصا مثلا لو بنتكلم طقم متحرك، طقم كامل او طقم جزئي، طبعا تاثر بشكل كبير جدا. ليه الريتنشن والاستابيليتي بتاثر؟ لانها بتايد تو ستابيلايز ديورنج الارتكيليشن اوف ساوند، بتستابيلايز الدينشر. معنى ان الدينشر يبقى موجود في مكانه بشكل ثابت، ده الهواء هيتحرك بالشكل articulation ثابت، مش هيأثر على articulation بتاع الساوند، وكمان التانج واللبس هنا مش هيبقوا مشغولين بانهم يستبقوا الطقم في مكان. يعني دايما العيان اللي طقمه بيقع يا شباب بنلاقي ان هو بيحاول دايما باللسان يرجع الايه والشفايف والخد، يحاول يبلع ريقه يرجع الطقم في مكانه، فطبعا ده هينتج عنه ايه؟ هينتج عنه للعيان هيبقى كل شويه في pause during the speech، وهيبقى في الكلام هيبقى متقطع مش هيبقى مستمر. فطبعا لما انا يبقى عندي جود ريتنشن وجود ستابيليتي للطقم، هيبقى في الحاله دي ما عنديش المشكله دي، فهيبقى العيان مركز ان هو يتحكم في لسانه وشفايفه، هتبقى مركزه في البرودكشن اوف ساوند. طيب في الارتكيليشن اوف ساوند، عذرا، البروبر اكستنشن بقى اللي احنا هنتكلم عنه، هل الاكستنشن بتاع الطقم ياثر؟ طبعا برضه بياثر، لان البروبر اكستنشن بالذات في كومبليت دينشر ياثر لي على ريتنشن والاستابيليتي. احنا قلنا في كومبليت دينشر بنوصل الفلانجز بتاعتنا لازم توفل ذا فيستيبيول اللنس اند واتس عشان اقدر احصل على اديكوت بريفرال سيل واديكوت فيزيكال مينز اوف ريتنشن. يبقى انا هنا في الحاله دي لازم اعمل اديكوت ايه بوردر اكستنشن، ما يبقاش اوفر اكستندد. لو الدينشر اوفر اكستندد هيقع من مكانه فهياثر لي برضو على الفونيشن. طيب لو هو اندر اكستندد برضو هياثر على الفونيشن، لان الطقم هيقع من مكانه. غير ان لما بيبقى الطقم ويل اورينتد في مكانه والبروبر اكستنشن بتاعه موجود، التانج هنا بيبقى مور ريست ديورنج السبيتش، ما بيبقاش مشغول في انه يقعد الطقم في مكانه. طيب في برضو بيقلل الانترفيرنس ويز الماسلز، اللي هي لما انا ابقى ضاغط او عامل انكروشمنت للليبيال فيستيبيول او عامل بلامينج للابر ليب مثلا باي هاي سيكنس او اوفر اكستندد ليبيال فلانج، في الحاله دي اللبس بتاعتي هيبقى فيه انترفيرنس مؤثر على حركه العضلات بتاعه اللبس اوربيكيلاريس اوريس ماسل والعضلات بتاعه الموديولس ستراكشر بتاعنا، فدي كلها حاجات هتاثر في ديورنج السبيتش. فطبعا لما بعمل بروبر اكستنشن الدنيا بتبقى تمام، مفيش اي مشاكل. نيجي على جزئيه كمان مهمه جدا في الدنشر بيز غير السكنس والاكستنشن، اللي هي البولش دي سيرفيس بتاعي والكونتورنج بتاع البولش دي سيرفيس. مهمه جدا 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 يا جماعه الحته دي، ان لما بعمل مثلا لما بيجي اعمل بالاتال بورت واعمل جود ريبرودكشن ل الانسايزف بابيلا والروجي اريا، ده بيخلي العيان يعني يحصل له اكوموديشن بسرعه، والارتكيليشن بتاع التانج مع الانتيريور بالاتال اريا بتاعه الهارد بالات بتديني الساوندز اللي احنا قلنا عليها اللي هي الانتيريور بالاتال ساوندز تطلع بشكل كويس. كمان مهم ان احنا نراعي في كومبليت دنشر مثلا على سبيل المثال الكونتورنج بتاعه الفلانجز. يعني مثلا الليبيال فلانجز بتبقى تقريبا كونفكس عشان تو كاونتر اكت وتريح الاكشن بتاع الاوبيكولاريس اوريس ماسل. عندي الباكل فلانج بتبقى البولش سيرفيس بتاعها كونكيف عشان الباكسينيتور ماسل هنا تريتين الطقم في مكانه، وفي نفس الوقت تدي مسافه كفايه عشان تسمح بالبولس اوف فود والعمليه الماستيكيشن والكلام ده. فالقصه دي قصه مهمه جدا جدا يا جماعه، وبنغفل عنها كتير واحنا بنعمل الطقم بتاعنا، فبينتج عن كده للاسف ان بيحصل ان احنا الفوناتكس بتاعتنا بتتاثر بشكل كبير.
نيجي بقى بعد ما خلصنا جزئية الدنشر بيز هنتكلم عن الدنشر ريليشنز. ايه بقى موضوع الدنشر ريليشنز ده وتأثيره على السبيتش؟ هنبدأ أول حاجة بقصة الأوكلوزال بلين. هل الأورينتيشن أوف أوكلوزال بلين الخطوة المهمة جدا اللي بنعملها أثناء الجو ريليشن ريجستريشن في حالات الكمبليت دنشر والبارشال دنشر والريهابيتيشن والريهابيتيشن كيسز في بعض الأحيان، هل القصة دي مهمة وتفرق معنا في السبيتش؟ طبعا تفرق بشكل كبير جدا جدا جدا. ازاي الكلام ده؟ ان احنا لو عندنا تخيل كده الاوكلوزال بلين بتاعك لو انت عملت تو هاي، تمام، ده بيعمل ايه؟ بيبقى هنا عندي بالذات اللي هو المانديبولر اوكلوزال بلين ده مهم جدا 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 في عمليه الفوناتكس. لو انا قدرت لو انا عملت الاوكلوزال بلين تو هاي بحيث ان هو يعني عالي، هيحصل ايه؟ هيحصل ان التانج بيبقى هاير ذان التيس، فده يعمل لي ليسبينج. طب لو في حاله الاوكلوزال بلين بتاعي تو لو، ده يعمل لي رونج لاب اند تانج بوزيشن وستيس، وده يعمل لي مشكله في الساوندز اللي هي ان يبقى الفي تتنطق اف، وكمان العيان ديورنج السبيتش في الحاله دي لو انا عملت تو لو اوكلوزال بلين هيبقى عندي فرصه كبيره جدا للتانج بايتنج وللايه وللتشيك بايتنج، ودي برضو حاجه هتضايق العيان جدا وهو بيتكلم. والقصص دي طبعا لازم تبقى معروفه بحيث ان انت تقدر لما العيان يقول لك على كومبلين او يقول لك على مشكله معينه تشيف كومبلين معينه او مشكله بعد ما يستلم الطلب، تقدر ان انت تايدنتيفاي المشكله بسهوله وتقدر ان انت تحلها. نيجي لتاني نقطه مهمه جدا اللي هي الفيرتيكال دايمنشن اوف اوكلوجن. طبعا انتوا عارفين قد ايه الفيديو او مهم جدا عندنا في حالات الكومبليت والبارشل وبرده حالات الريهابيليتيشن وجه عام. طيب في حال مهم في ايه اللي احنا لازم نوصل للبروبر فيرتيكال دايمنشن اوف اوكلوجن للمريض بتاعنا، ان لو انا زاد عندي فيرتيكال دايمنشن اوف اوكلوجن ده هنا بيحصل تابنج او كليكنج للتيس ديورنج السبيتش، لان ما بيبقاش فيه فري واي سبيس كفايه العين يقدر يفتح ويحرك يعمل ارتكليشن للماندبل ديورنج السبيتش، فبيحصل ان كليكنج، بنسمع كليكنج ساوند او صوت تابنج للاسنان مع بعض ديورنج الايه ديورنج السبيتش. القصة الثانية كمان ان بيحصل صمام موجود العيان مش قادر يتحكم فيه، فممكن يطلع صفير او صوت صفير للعيان وهو بيتكلم بتاعنا، وكمان بيأفكت الـ A الشا والسي والجي ساوند ممكن في حالة الـ increased vertical dimension، وبرضو عندي الثا بتبقى pronounced like T. طيب ده في حاله الهاي فيرتيكال دايمنشن اوف اوكلوجن. طبعا احنا عندنا ده السيكولي بتاع الهاي فيرتيكال دايمنشن اوف اوكلوجن في الفونيشن بس، لكن احنا عندنا في سيكولي كتيره جدا بقى انتوا عارفينها خاصه بالهاي فيرتيكال دايمنشن، مش هيتسع الوقت لذكرها دلوقتي. عندنا بقى بالنسبه للتو فيرتيكال تو لو فيرتيكال دايمنشن اوف اوكلوجن، لو انت قللت فيرتيكال دايمنشن اوف اوكلوجن قوي هيحصل وات وي كول ليسبينج. هنا في الحاله دي الاس ليتر هيبقى برونونسد لايك ايه لايك شا، تمام. طيب زي ما احنا عارفين الفونيشن ليها كلينيكال سيجنيفيكانس مهمه جدا 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 عندنا ديورينج الديتيرمينيشن اوف فيرتيكال دايمنشن اوف اوكلوجن. زي ما احنا عارفين فاكرين لما كنا بنحدد الفيرتيكال دايمنشن اوف راست كنا بنقول عن يقول ايه، يقول حرف الام ام ام، حرف الام ده كان بيبقى عندي من 2 ل 4 ملم بتوين الابر اند لوور اوكلوزال رام، وده هنا في الحاله دي كان لازم بيبقى يحصل كونتاكت للايه لللابس مع بعضيها في الوضع ده. طب لما كان العيان ما يقدرش ان هو يعمل حرف الام ده معناه ان انت عامل له فيري هاي فيرتيكال دايمنشن اوف اوكلوجن، الشفايف مش قادره توصل لبعضيها. لا ده المفروض الشفايف توصل لبعضيها في الحاله دي، يحصل انتيميت ليب كونتاكت، وفي نفس الوقت يبقى ايه يبقى عندي فري واي سبيس اب تو من 2 ل 4 ملم، تمام. برضو وانا بحدد الفيرتيكال دايمنشن اوف اوكلوجن كان عندي طريقه تانية بالفونيشن اسمها الكلوزست سبيكينج سبيس، فاكرينها الطريقه دي؟ كنا بنخلي عيان يقول ليتر اي ليتر اس، تمام. لما يبقى يقول ليتر اس يبقى هنا في الحاله دي انا عندي من ايه من 1 ل 2 ملم بتوين الابر اند لوور انتيريور تيس، تمام، او الابر اند لوور انتيريور اوكلوزال رام، وده عشان اضمن ان هيبقى عنده فري واي سبيس كفايه للبرودكشن بتاع ليتر اس، تمام. واضحه القصه دي مهمه جدا يا جماعه، الحاجات دي اللي احنا كنا بندرسها في يعني زي ما انتم شايفين اورينتيشن اوف اوكلوزال بلين الفيرتيكال دايمنشن اوف اوكلوجن، الحاجات دي مهمه جدا ان احنا نستخدم فيها الفونيشن عشان نحدد فيها الكلام ده كجو ريليشن من الاول خالص قبل ما نرص اسنان وقبل ما نسلم العيان الطقم، نكون متاكدين البرودكشن اوف ساوند موجود على ريكورد بوكس بشكل كويس. نيجي بقى بعد ما عملنا الجو ريليشن واحنا بنرص السنان، مهم جدا 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 عندنا حته الويتس اوف دنتال ارش. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ما انا مش عايز اعمل الارش بتاعي كولابسد، احنا دايما كنا بنحط السنان بتاعتنا على الكريست اوف ذا ريدج زي ما احنا عارفين مش كده؟ طيب
لو انا كان في بعض الناس زمان يقول لك حط البوستيريو تيس انكلايند لينجوال شويه عشان خاطر تزود الاستابيليتي بتاعت اللور دينشر، طبعا ده لو اتعمل وعمل لنا الكرام بالتانج بوزيشن اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده، دي هتبقى مشكله كبيره جدا. في الحاله دي هيأفكت الكونزوننس كلها، معظم الكونزوننس اللي بتنتج عن الارتكيليشن بتاع التانج مع الهارد بلد او مع السنان هتتاثر، زي التي ساوند والدي والان والكي والسي، كل الكونزوننس دي هتتاثر بالموضوع اللي انا عملته ده اللي هو الكرام بالتانج بوزيشن. فهنا في الحاله دي بيبقى الحل ايه؟ ان احنا نسيت ذا تيس ان ذا نيوترال زون اللي هي منطقه التوازن او البالانس، اللي هي ذا اريا اوف بالانس بتوين ذا ماسلز اوف ذا تانج from inward and the muscles of the lips and the cheek outward. بيبقى عندي منطقه تعادل للقوه بتاعت هذه العضلات، ابدا ان انا ارص السنان فيها بشكل كويس. وكمان النيوترال زون، لو انت هتاخد نيوترال زون امبريشن، وده برضو تكنيك مهم جدا للبروفيشنالز مش هنتكلم فيه دلوقتي برضو لضيق الوقت، ده برضو مش بس وظيفته ان هو بس بيخليك ترص السنان في منطقه التعادل دي فيبقى الفونيشن كويس والاستابيليتي والبايوميكانكس بتاعت الدنشر كويسه، لا ده كمان ليه دور مهم جدا انه بيحدد لنا الاورينتيشن بتاع الاوكلوزال بلاي مظبوط فين، وبيحدد لنا كمان الكونتورنج او البروبر كونتورنج بتاع البولش سيرفيس عشان نستخدم هنا الماسلز بدل ما تبقى سلاح يوقع الطقم بتاعك من مكانه ويعمله ديسبيسمنت او من مكانه، خصوصا حالات الكومبليت دنشر غلبانه كلها ماسكه فيزيكال ونيورو ماسكولر، مفيش ميكانيكال ريتنشن قد كده يساعد. فهنا النيورو ماسكولر مينز اوف ريتنشن هنا بقى لما بعمل النيوترال زون امبريشن بتبقى سوبيريور، فبتبقى فعلا حتى لو انت عامل فيزيكال مينز اوف ريتنشن العيان يقدر مع الاكوموديشن يقعد الطقم بتاعه بشكل كويس بالعضلات بس. طيب زي ما اتكلمنا في التيس ارينجمنت عن تاثير الويتس اوف دنتال ارش والكرامب تانج بوزيشن، هنتكلم كمان عن جزئيه مهمه جدا جدا في واحنا بنرص السنان بتاعتنا او بنعمل سيتنج للارتفيشال تيس عندنا، اللي هي الانتيريو بوستيريو بوزيشننج اوف انتيريو تيس. قصه مهمه جدا جدا جدا، القصه دي عندنا مهمه كبايوميكانكس، مهمه كفوناتكس، ومهمه كمان في قصه الاستاتكس. قصه الاستاتكس طبعا مهمه جدا، احنا عارفين الانتيريو تيس ليها دور مهم جدا في عمليه الاستاتكس، وما ينفعش ان انا اعمل السنان بتاعتي توفر ريبيالي هيبقى شكلها عامله ضب وعامله شكل وحش جدا، او اعمل كولابسد انتيريو تيس تبقى داخله لينجوال او بالاتال جوه فهيبقى اللاب بتاعتي تبقى ان سبورتد وتديني اكسترا اورال استاتكس بشكل مش كويس. طيب خلونا نركز بقى، نسيبنا من حته الاستاتكس والبايوميكانكس دلوقتي وخلونا نركز في حته الفونيشن اللي هي موضوع كلامنا دلوقتي. عايزين نتكلم عن الانتيريو بوستيريو بوزيشننج اوف انتيريو تيس، فهنتناول الاول الكلام عن الابر انتيريو تيس. اول حاجه هنتكلم عن الابر، لو انا عملت افرضوا ان انا هنا عملت الابر انتيريو تيس بتاعتي تو فار بالاتالي، تمام، ده بيأفكت الليبيو دنتال ساوندز زي الاف والفي، مش هيقدر العين ينطقها بشكل كويس لان الانسايزال سيرفيسز بتاعت الانتيريو تيس مش هتقدر تلمس بسهوله السوبيريو سيرفيس انت زائد السنان اللي جوه، فمش هتقدر انها تحصل العين، مش هيقدر ان احنا نحصل على الاف والفي ساوندز ده. عشان كده البروبر كونتورنج، وبتكلم في القصه دي مهمه جدا قبل الاورينتيشن اوف اوكلوزال بلين، البروبر كونتورنج بتاعت الاوكلوزال راب ان انا اعمل كونتورنج للليبيال بارت والبوستيريو بارت بشكل كويس، بحيث ان انا انتيريور اقدر احافظ على الاف والفي ساوند برودكشن نتيجه التقاء الاوكلوزال سيرفيس بتاع الابر اوكلوزال رام مع السوبيريور سيرفيس بتاع اللور لاب، تمام. برضو مش بس الليبيو دنتال ساوندز اللي بتتاثر، لا ده كمان اللينجو بالاتال ساوندز بتتاثر، بيحصل وات وي كول ليسبنج زي ما اتكلمنا قبل كده، الاس تبقى برونونسد لايك شا والتي بتبقى برونونسد لايك دي، تمام. طيب نشوف بقى بالنسبه لو انا عملت العكس، لو انا عملت الابر انتيريو تيس دي تو فار ليبيالي طلعتها لقدام، ده هنا في الحاله دي الاوفر جيت بيزيد عندنا فيحصل وات ويكون ويسلينج، فهنا الاي دي هنا في الحاله دي هتبقى برونونسد لايك تي. طيب هنا عندنا اللور انتيريو تيس لما نيجي نتكلم عنها هنقول ان برضو لو انا رصيت اللور انتيريو تيس تو فار لينجوالي ده بيأفكت اللينجو دنتال ساوندز، فهنا الذا بتبقى برونونسد لايك تي، واللور انتيريو تيس تو فار ليبيال لو انا عملتها تو فار ليبيال ده بيأفكت الفاول ساوندز بشكل كبير. طيب ده بالنسبه للانتيريو بوستيريو بوزيشننج اوف انتيريو تيس. طيب عايزين نشوف بقى ريليشن اوف ابر اند لور انتيريو تيس، وده في حالات ايه بتبقى افكتد زي حالات الابنورمال جو ريليشن شيب سواء كانت دنتال او سكيليتال كلاس 2 وكلاس 3، تمام. هنا في الحاله دي بيبقى في عندنا انكريز او ديكريز للاوفر جيت
وده طبعا بيأثر لي هنا اللي هي على الاس ساوند برودكشن، ده بيبقى اكتر الاصوات اللي بتتاثر. فممكن اكوردنج تو الاماونت اوف اوفر جيت اللي عندي ممكن يحصل لي ليسبنج او ويسلنج اكوردنج تو الاوفر جيت عندي انكريزد او ديكريزد. طيب احنا كده خلصنا المشاكل بوجه عام اللي بتحصل، عايزين نشوف شغلنا بقى ده مهم ازاي. انا طبعا بعدت شويه عن شغل الكومبليت وشغل البارشل، كلمتكم عنه كده سريعا في السلايدز اللي فاتت. عايز اعرفكم قد ايه ممكن يبقى الفونيشن مهم جدا جدا كتشيف از ا برايمري اوبجكتيف زي ما احنا قلنا في عنوان المحاضره، او امين اوبجكتيف زي حاله زي كده. يعني عندنا حاله زي كده كانت جات لنا، كان عندها سكواماس كارسينوما في المجزلة. طبعا مع البلاننج اضطرينا ان احنا هنا نبعته للجراح معانا. هنا اللي اشتغل الحاله دي باي ذا واي كان الدكتور عبد الفتاح صدقه، استاذنا الكبير وعالمنا الجليل رئيس المؤتمر ده. بظروفها والله بالصدفه وانا بجهزها افتكرت ان الدكتور عبد الفتاح، بسم الله ما شاء الله. يعني لما يبقى انت شغال معاك جراح كويس بيبقى بسهوله شديده جدا ان انت تقدر ان انت تطلع نتيجه كويسه، وبيريحك جدا في الشغل لانه بيديك اوريدي ديفكت يساعدك على انك تعمل تركيبه كويسه. هنا في الحالة دي زي ما احنا شايفين كان شخص متدين وملتزم جدا، وكان إمام مسجد وكان نفسه يرجع يقرأ القرآن الكريم تاني بصورة كويسة. فكان الهدف الأساسي عنده ان هو يشرب بقه مية ما يشرقش، والهدف الثاني انه يعرف يقرأ القرآن زي الأول بشكل كويس. فاحنا هنا في الحالة دي بيبقى هنا لازم بنحط الفوناتكس as a primary objective عندنا للبروسيسز بتاعتنا اللي احنا هنعملها له، اللي هي هتبقى هنا المجزلو فيشال اوبتيريتور زي ما انتم شايفين، وكمان عوضنا له الاستاتكس زي ما انتم شايفين، وعوضنا له الفانكشن كمان انه يقدر ياكل. عايزين نشوف قد ايه العيان اللي بيجي له acquired defect فجأة بعد ما يكون بيتكلم كويس والامور تمام وزي الفل الصوت بتاعه بيبقى ازاي. عايزين نشوف التست بتاع الفونيشن اللي احنا عملناه له قبل التركيب، والتست بتاع الفونيشن بعد ما سلمنا الاوبتيريتور في نفس الجلسه. هنشوف كده التست الاولاني اللي هو اللي كان قبل التركيب. اسمعوا معايا. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. هنا زي ما احنا شايفين يا جماعه نتيجه الاورو انترا كوميونيكيشن اللي موجود، والصمام اللي ما بين الاورال كافيتي والنيزل كافيتي خلاص بقى الترد، والصوت ما عادش فيه صمام مقسوم لنيزل كافيتي، النيزل ساوندز مش واضحه، الاورال كونزوننس معظمها مش واضحه، وفي بعضها ما بيظهرش من الاساس اصلا. ده نتيجه ان العيان فقد الريزونانس النيزل ريزونانس اللي موجود في النيزل كافيتي نتيجه الكوميونيكيشن. التانج برضه مش قادر ان هو ارتكيوليت مع البلت نتيجه الجزء اللي هو اللي راح ده زي ما انتم شايفين، فمعظم الاصوات عندنا راحت. عايزين نوريكم قد ايه البروسودونتست يقدر يبقى لايف تشينجينج فعلا للبيشنت، ويقدر ان هو يحقق له امانيه ويحقق له امنياته كلها، ان هو بعد الابتلاء الشديد جدا اللي مر بيه وصبر عليه وخد اجره، ان احنا نقدر نرجعه تاني يتكلم بشكل كويس. عايزين نشوف ده الصوت على طول بعد التسليم يا جماعه، عايزين نشوف الصوت بيقدر يرجع ازاي زي الاول. ماشي يا حاج محمد، قول سورة الفتح كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. بارك الله فيك. هنا يا جماعة زي ما احنا شايفين الحمد لله الصوت رجع لطبيعته خالص. لو احنا ما كناش عرضنا الفيديو الاول ده يمكن ما كانش حد يقدر يعرف ان الشيخ الجليل ده عنده مشكلة، والحمد لله قدرنا ان هو نرجع له قدرته على قراءة القرآن كان تاني. دي مهمة
جليله جدا وجميله جدا لو تقدر تعملها العيان. ولما العيان يدعي لك كمان دعوه يقول لك يا رب كل حرف اقراه من القران الكريم كده يبقى ليك منه حسنه، يبقى دي دعوه بصراحه اغلى من اي فلوس واحلى من اي شغل، ويكفينا هذه الدعوه في تاريخنا المهني كله ان انت تقدر ان انت يعني ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ قال ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. تمام؟ فدي يعني اذا كان يعني انا بقول لكم قد ايه مهنتنا دي انسانيه، والناس فاكره ان البروسيسز بتاعتنا دي طقم كامل ومتحرك بس والقصه صعبه وكذا. لا، ده تخصص انساني في المقام الاول، لان كل ما الانسان فقد جزء كبير جدا من جسمه ومن العظم بتاعه ومن اللثه بتاعته بيبقى القصه زي ما انتم شايفين محتاجين نعوض الكلام ده، فدي محتاجه حد يكون السكيلز عنده اعلى بكتير، وده للاسف يعني احنا بنفتقد لكتير من البروسودونتست لان التخصص معزوف عنه شويه، فاحنا محتاجين النوع ده من البروسودونتست يبقى موجود بحيث ان هو يقدر يبقى عندنا ناس كتير جدا تعالج الابتلاءات اللي من النوع ده بعد الجراحات، سواء كان كونجينيتال ديفكت او اكوايرد ديفكت نقدر ان احنا نعالجه. عايزين نشوف حاله كمان ونقدر ان احنا نختم بيها المحاضره، او في تقريبا حاله كمان لسه بعديها برضو، دي كانت حاله برضو مبعوثة من جراحنا الكبير برضو الدكتور إبراهيم الشرباصي، وده أنا يعني رأيي الشخصي طبعا مش مجابلة فيه، بس أنا بعتبر الدكتور إبراهيم الشرباصي ده واحد من أفضل الجراحين مش على مستوى مصر بس، على مستوى الشرق الأوسط والعالم من شباب الجراحين، لأنه هو دكتور مصطفى الدكتور إبراهيم قصدي عذرا الشرباصي في الحالة دي أبدع بصراحة، لأن هنا ما كانش بس مجرد ان هو هيمي ماكسيلكتومي او ان عندي ماكسيلري ديفكت وبس، لا ده انا كان عندي كمان جزء الزيجوماتيك بون كلها متشاله، الفلور اوف ذا اوربت بتاع العين كمان متشال. الدكتور ابراهيم قدر بفضل الله تعالى ان هو يعمل لها 3 دي برينتنج للقصه دي، ويقدر ان هو يعمل لها عمل لها بيك امبلانت في المنطقه دي، يعوض لها الزيجوما وعوض لها الفلور اوف ذا اوربت. فتبص لها البيشنت طبعا عشان خصوصيه المريض ما نقدرش نحط الصور دي، بس انت تبص لها من بره ما تحسش ان دي عندها مشكله، ما تحسش انها عندها حاجه، انها فقدت جزء من وجهها ومن عظم وجهها. طبعا كان اداني بعت لي الحاله باكسترا اورال استاتكس تحفه، فانا كان دوري بس ان انا اريستور الانترا اورال استاتكس زي ما انتم شايفين، والفانكشن والفونيشن اللي بتبقى الترد في الحالات اللي زي كده. هنا زي ما انتم شايفين الابتسامه بتاعتها في الاخر رجعناها بشكل مثالي، وما كانش باين ان عندها اي مشكله خالص، بس برضو عملنا لها فونيشن تيست، عايزين نسمعه لكم قبل وبعد ونشوف كان عامل ازاي. هنسمع الفونيشن تيست قبل ما نعمل الاوبتيوريتور. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. زي ما احنا شايفين هنا برضو المشكله نفس الكلام، برضو النيزال ريزونانس فقد، عندنا الاورال كونزوننس كلها بالارتكيليشن بتاعها صعب جدا، معظم الحروف مش واضحه. بعد ما عملنا برضو immediately after restoring الأوبتيوريتور، وفي قصة برضو مهمة جدا ان مش كل أوبتيوريتور بيجي من المعمل بيبقى الفونيشن بتاعه مظبوط، لا ممكن يبقى مزود الاكستنشن بتاعه قوي فمقلل النيزال ريزونانس، فبضطر ان انا اقلل الاكستنشن بتاع الديفكت بتاعي شوية او اللي هو البالب بتاع الأوبتيوريتور. تمام؟ وفي احيانا بيبقى قليل فبضطر ان انا ازوده فوق العيان، بحيث ان القصة في الاخر بيبقى عاملة زي كأني ناي وانا بعزف عليه، او بيبقى عامل زي الارتكيليشن، بنقدر نرجع النيزال ريزونانس لحد ما نسمعه كويس ونقدر نطلع. والاورال ارتكيليشن لو لقيته ان هو عامل الجزء بتاع البالاتال فولت بتاع العيان بتاعي، لو هو عامله سيكنس عالي بقدر برضو اطلب منه ان هو يقلله شويه، بحيث ان انا احصل في الاخر على ارتكيليشن مثالي. هنشوف ده الصوت اللي هيبقى في نفس اليوم التسليم بتاع الاوبتيوريتور. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ها
هنا يا جماعة زي ما احنا شايفين الحمد لله معظم الأصوات رجعت. هي كان مشكلتها انها عندها anterior open bite كانت موجودة، فدي مزودة الاسكيب اوف اير، فالسين والصاد بالذات كأصوات ما كانتش مظبوطة قوي قد كده، بس بالاكوموديشن وبالتعود اللسان بيطلع يقفل الصمام ده ويظبط القصة دي بحيث ان الصوت يطلع بشكل كويس. فوجود الابلكيشن بتاع الفونيتك ساينس زي ما انتم شايفين في المكسيلوفيشال بروسيسز عندنا ليه دور مهم جدا جدا جدا، ومش بس في الحالات الصعبه، لا ده ممكن حاله زي اللي انتم شايفينها زي كده بتبقى حالات بتجينا بتبقى صعبه جدا، السنان اوفر ايرابتد، السنان بتبقى ميزيالي تيلتد، بتبقى ليبيالي تيبد، فبتبقى واخده كذا ممكن 3 abusive dimensions، يعني بتبقى واخده بعد تماما عن مكانها الاصلي. فلازم تبقى عامل في الحسبان ان وانت بترجع للبيشنت دي الاستاتكس لازم كمان ترجع لها الفوناتكس، لازم تهتم جدا بالانتيريو ليبيولينجوال بوزيشننج اوف انتيريو تيس ابر ولور، لازم تهتم بيها جدا، ولازم تفكر ازاي ان انت مش بس هتريستور الاستاتكس والفانكشن، لا ده انت كمان تريستور الاستاتكس. شايفين الحاله دي بيفور كانت عامله ازاي، وكانت بنت صغيره في السن مش كبيره، كانت عندها حوالي حاجه و20 سنه، وده كان الشكل بعد ما عملنا ريستوريشن للحاله باقل التكاليف، عملنا فوق فيكسد بي اف ام بريدج، وعملنا تحت فلكسبل بارشال دينشر. شايفين الابتسامه بتاعتها يا جماعه عامله ازاي ما شاء الله، من الشكل اللي احنا شايفينه ده للشكل ده، ومظبطين الاوفر جات بشكل كويس بحيث ان هو يعمل لي بروبر برودكشن للساوندز عندي بشكل كويس. دي نقطة مهمة جدا جدا، عايزينك وانت بتحصل على هذه الابتسامة الجميلة تمام، لازم تكون بتفكر في انك تطلع فونيتكس كويس. دي التيك هوم مسج اللي انا بوجهها لكم، وان شاء الله